السلام عليكم ورحمة الله. احنا رايحين في ثلاثة صحابة، هذه اللي اسمائهم مذكورة في اللوحة، مدفونين هنا، فرايحين عند القبر حقهم ان شاء الله نشوفهم. هذول ثلاثة صحابة مدفونين هنا، الله اعلم بالصواب. عمر بن عبسة، هذول الثلاثة اللي موجودين في اللوحة. دحين احنا رايحين القبر. السلام عليكم. هذا قبر عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا قبر معاذ بن عبد الله الجهني. طبعا الشجرة هذه جات من تحت، وهو القبر هنا. उसके साथ मनाजी रमन साहब पिंडी वाले भी साथ थे तो कहते थे वो हमें जो काल की रवायत मिलती है ये काल की मिलती है तो उससे चीजें के लिहाज से ये पता चलता है कि अमर बिन अफसा अल्लाह ने दीदार भी करवाया है तो अमर बिन अफसा हाँ मैं साथ था हजरत के साथ السلام عليكم. لو تلاحظون ان الجذع الشجره عند الراس وبعدين القبر في الوسط وماخذ الجزء الثاني جاي هنا. هذا قبر الصحابي رضي الله عنه الثاني. طبعا مقابر قديمة كلها، أكيد فيهم تابعين وتبع تابعين، لأنه قديمة المقبرة هذه، دحين ما يدفنوا فيها شيء، مرة قديمة بينها عشب وما عشب، وهذا هذا كلها المقابر قديمة قديمة مرة. هنا في بير يقولوا موجود من أيام الصحابة، نبغى نشوف البير هذا.